وللحديث عن حرية الصحافة في العراق في يوم الصحافة العالمي معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. يمر اليوم العالمي للصحافة والعراق في ذيل قائمة حريات الصحافة على مستوى العالم، من الذين يحاربون أو ما الجهات التي تحارب الصحافة لكي تحتل أو يحتل العراق هذه المرتبة المتأخرة جدا في حريات الصحافة؟ بعد الترحم على أرواح شهداء الكلمة الحرة في العراق منذ الاحتلال، نزفنا الكثير من الدماء الصحفية التي تؤمن بحرية الكلمة والتي عملت في السنوات الماضية على فضح الاحتلال المجرم وفضح عملائه في العراق. والعراق الآن يتبوأ المركز 163 من تسلسل 168 دولة على سلم حرية الصحافة، وهذه المرتبة المتأخرة تؤكد مدى القمع الذي يتعرض له الصحفيون ومدى الإرهاب الذي يواجهونه. أما عن سؤالك، من هؤلاء الذين يقمعون الصحفيين ويعني يعرضونهم إلى هذه المخاطر؟ فلا شك أن الاحتلال الأمريكي الإيراني وكل عملائه وكل الأدوات التي جاء بها إلى العراق هي المسؤولة عن هذه الدماء الغزيرة الطاهرة التي سالت في على أرض العراق خلال السنوات 18 الماضية، حيث كما قلت فقدنا العديد من الأصوات الحرة والأقلام النزيهة التي يعني تؤمن بهذا العراق الوطن الذي يجب أن يكون خاليا من الفساد ومن الإرهاب ومن العوامل الإجرامية التي استخدمها الاحتلال إلى العراق. نعم، منظمات حقوقية سبق أن صنفت العراق ضمن البقعة السوداء للبلدان الأكثر خطورة للصحافة، يعني هذا يجعل العراق مثار أسئلة كثيرة في الحقيقة. ألهذا الحد تخشى السلطات في العراق والميليشيات من صحافة حرة تقول أو تنقل الصورة والمشهد من العراق للعالم كله بما يراه الصحفيون وما تراه عدسات الصحافة، سواء من ثورة تشرين أو من غيرها من المظاهر ضد هذا السلوك الحكومي والميليشياوي؟ مدى القمع الذي يتعرض له الصحفيون على كل الخارطة الجغرافية العراقية، ومدى التقييد الذي تتعرض له الصحافة الحرة في العراق على يد عملاء الاحتلال وميليشياته. وطبعا نحن لا ننسى أو لا يجوز لنا أن ننسى ما تعرض له الصحفيون إتبان عملية غزو العراق، حيث اغتيل عدد منهم وفي مقدمتهم الزميل الشهيد طارق أيوب يرحمه الله، وآخرين كثيرين تعرضوا، والزميلة العزيزة يرحمها الله أطوار بهجت وآخرين، كلهم تعرضوا إلى هذا القمع. وهذا يعني شراسة هذا القمع وحدة هذه التقييدات التي يتعرض لها الصحفيون وتتعرض لها الكلمة الحرة في العراق، هذه دلالة على مدى الإجرام الذي يعني تنتهجه هذه السلطة القمعية الإجرامية، ومدى تأثير الكلمة الحرة المستقلة الأمينة في مواجهة هذه الآلة القمعية الإجرامية الإرهابية. هؤلاء الصحفيون الذين ضحوا بأرواحهم لم يكونوا يملكون سوى قلما و يعني كاميرا تصوير، وبهذا كانوا يتصدون ويفضحون هذه الجرائم المتعددة التي يعني تستهدف كل العراقيين. ومن المفيد القول أن عمليات القمع وتقييد الحريات سواء في وسط العراق أو في شماله أو في جنوبه مستعرة دائما طيلة السنوات الماضية، ولا توجد بقعة إلا ونزل عليها صحفيون أحرار دماءهم.
السؤال أستاذ مصطفى، لماذا لا تتوفر حماية وحرية للصحافة والصحفيين والإعلاميين في العراق؟ ما السبب وراء ذلك؟ يعني لماذا لا يكون يعني مثل باقي دول العالم؟ يعني الذي يشرع القوانين هو نفسه الذي يرتكب، له ذراعه الأخرى التي ترتكب هذه الجرائم ضد الصحفيين، فكيف توفر لهم الحماية؟ وكيف توفر لهم الأمن؟ وكيف توفر لهم أولاً الأجواء السليمة للعمل؟ يعني هذه الأيادي الإجرامية التي تغتال الصحفيين وتختطفهم وتغيبهم هي نفسها التي تشرع القوانين، هي نفسها الأدوات التي تعمل على إنفاذ القانون، هي نفسها التي تسيطر على القضاء، نعم، وبالتالي هذه العملية عبارة عن سلسلة متصلة من الجرائم ومن المجرمين. بالحديث عن ثورة تشرين والتي ما تزال تداعياتها لهذا اليوم، كيف أسهمت شجاعة الصحفيين العراقيين في إبراز صورة الثورة وصمود الشعب العراقي ومطالبه الحق في وجه الحكومة والميليشيات؟ يعني الجميع يعرف أن السلطات الإجرامية في العراق حاولت مراراً، وخصوصاً في أوج اندلاع ثورة تشرين المباركة، حاولت مراراً تقييد عمل الصحفيين من خلال يعني قطع خدمة الإنترنت وغير ذلك، وطبعاً من خلال منع الصحفيين من أداء واجباتهم والاعتداء عليهم. لكن هؤلاء الصحفيون المناضلون المجاهدون حققوا إنجازات كبيرة بفضحهم لجرائم هذه العصابات الإرهابية ضد العزل من المتظاهرين السلميين الشباب المطالبين بوطنهم وباستعادة وطنهم وبتحقيق الأمن والاستقرار والخدمات وتوفير الخدمات فيه. وبالتالي العملية نعم، الصحفية أو نقل الحقائق كان مكملا لجهاد العراقيين وبطولات الشباب الثائر، وأطلع العالم على ما يعانونه من نعم، جرائم شكرا. متعمدة بحق الثوار. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.